طبعا بتابعينا باستمرار، فبالتالي عارفين اكيد ان احنا زي ما بنهتم دايما بان احنا نتكلم عن كرة القدم، دايما كمان بنتكلم عن الالعاب الاخرى، البطولات اللي شاركنا فيها وخصوصا في الفترة الاخيرة وحققنا فيها انجازات زي القوس والسهم والسلاح والسباحة البارالمبي والكرة الطايرة البارالمبية. يعني تعالوا نتكلم عن اخر الانجازات في الالعاب الاخرى بشكل عام مع الاستاذه دعاء بدر نائب رئيس تحرير الاهرام ابدو ورئيس تحرير موقع تتويج نيوز. صباح الفل على حضرتك واهلا بك. صباح الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الهنا. صباح الخير عليك. وانا هبدا بصراحه لو تسمحي لي بالملف البارالمبي على طول، لان ابطالنا يعني البارالمبيين بصراحه مع اقل الامكانيات، هرجع اقول تاني وهكرر الكلام ده، لكن بيحققوا انجازات كبيره جدا. كان عندنا البطوله طبعا بطوله مصر الدوليه للسباحه اللي كانت مقامه مؤخرا، وبرده حققنا فيها الى حد ما يعني خلينا نقول مستوى جيد جدا. خليني اروح معاكي يا استاذه دعاء لهذا الملف، يعني خليني اقول كده نطمن منك على ابطالنا البارالمبيين حتى هذه اللحظه ان شاء الله لمشاركتهم بقى ل يعني باريس 2024. احنا الحقيقه عندنا حراك بارالمبي عالي جدا الفتره دي حقيقه. دي حقيقه. ولازم نشكر فيه اللجنه البارالمبيه المصريه الحقيقه برئاسه دكتور حسام الدين مصطفى. في مجهود كبير بيتعمل، كميه بطولات مصر بتنظمها كبيره جدا جدا، يعني احنا هنلاقي واحنا بنتكلم دلوقتي امبارح خلصنا بطوله السباحه بطوله مصر الدوليه للسباحه، هي تبع سلسله من سلسله سيريز زي كاس عالم كده، فمن البطولات الدوليه المهمه جدا. عندنا برضو في نفس التوقيت البطولة بتاعت كرة الطايرة، لسه قبلها على طول من كام يوم خلصان بطولة رفع الأثقال البارالمبية، فده حاجة حراك الحقيقة، يعني فعلا فعلا لازم مجهود كبير يشكروا عليه. البطولات، تنظيم البطولات في مصر ده حاجة مهمة جدا 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 للرياضات البارالمبية، لازم نبقى عارفين ده كده كويس قوي، لان احنا عندنا عدد كبير جدا من اللاعبين البارالمبيين ما عندهمش القدره ان هم يسافروا طبعًا ويلعبوا بره. صعوبه السفر للاعب البارالمبي، اللاعب البارالمبي دي حاجه اصعب ألف مره من اللاعب العادي، ولا حتى المعسكرات على فكره، ولا معسكرات طبعًا ولا حاجه. فكره السفر بره بالنسبه لهم صعبه جدا، لان لازم معاهم مرافق لكل لاعب. بالظبط بالظبط، هي ليهم تفاصيل كتير قوي في تحركاتهم، صعبه جدا مرافق ودايما بيبقى لازم بيبقى في حد من اهلهم الحقيقه دايما موجود، وكل لاعب تكلفه كمان اضافيه، تكلفه رهيبه طبعا. كل لاعب لازم يبقى ليه حد مسؤول عنه، فدي حاجه تكلفه غير طبيعيه. فدايما البعثات لما بيبقوا مسافرين في اي بعثه سواء معسكر او بطوله بيضطروا يسافروا بايه؟ باقل عدد طبعا، لان من ناحيه تكلفه ومن ناحيه مسؤوليه كمان، لان هي في الاخر مسؤوليه كبيره. اكيد اكيد. فطبعا تنظيم بطولات داخل مصر ده فتح فرصة كبيرة جدا 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 للمشاركة بشكل أوسع. بدأنا نسمع أسماء جديدة، بدأنا نشوف لعيبة جديدة بتظهر. الحقيقة إحنا يمكن ما كناش، كنا دايما في البارالمبي بنقول الألعاب اللي إحنا مميزين فيها بس هي رفع الأثقال. لا، دلوقتي إحنا شايفين السباحة ما شاء الله البطولة خلصانة، إحنا جايبين 6 ميداليات منهم ذهبية للجميلة آية أيمن، أنا بعشقها الحقيقه، اللاعبه دي من اللاعبات الجمال جدا وبشجعها قوي الحقيقه دايما. عندنا ذهبيه لايه ايمن في 400 متر حره، عندنا في لاعبه اسمها ورد شين، انا شخصيا ما كنتش اعرفها قبل كده، فلاقيينها ان هي جابت 3 ميداليات في البطوله دي هي لوحدها، جايبه فضه في 100 متر فراشه، برونز في 400 متر حره، وبرونز في 100 متر ظهر. عندنا ملك عبد الشافي جابت برضو، ملك من اللاعبات اللي شاركوا قبل كده في البارالمبيات المعروفه، ملك وايه هم اللي معروفين الحقيقه. بقيه الاسماء هنلاقيهم اسماء احنا مش عارفينهم لسه، اسماء كمان منهم اسماء جديده بس قدروا في فتره صغيره يحققوا انجاز كبير، يعني صحيح فتره صحيح قصيره صحيح، لكن انجاز كبير. ده الشيء اللي فعلا يحترم.